لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، أهلا بك. أهلا بك يا فاطمة هانم، وأهلا بالسادة مشاهدي تلفزيون مصر. دكتور، أهلا بحضرتك. كيف تقرأ يعني أهمية مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة، قمة العشرين المنعقدة في الهند، وكيف أيضا سينعكس ذلك على علاقات مصر والهند والدول الأعضاء في مجموعة العشرين أيضا؟ طبعا هي مشاركه مهمه بتاتي في توقيت دقيق وحساس بيمر به العالم في ظل ازمات متعدده. ارى ان هذه القمه اذا اردنا وضع عنوان رئيسي لها هي قمه اعاده ترتيب العالم ومحاوله مجابهه التحديات المتزايده في المشهد الدولي. ارى ان هذه القمه تحتاج الى التكاتف للعمل على التغلب على الازمات المتزايده، سواء في الطاقه، في الامن الغذائي، في المناخ، ايضا في الديون، ايضا في التنميه المستدامه، كلها يعني نقاط وملفات رئيسيه. ان هذه الملفات لابد ان يتم التعاون بموجبها في ظل حاله من الاستقطاب الدولي وانضمام الاتحاد الافريقي لمجموعه العشرين. ده لم ياتي من فراغ ولكنه اتى ومنذ الجهود المصريه الحثيثه التي بذلت عندما كانت طلعت مصر للاتحاد الافريقي وتوقيع اتفاقية التجارة القارية الحرة، وبعدها رئاسة مصر الكوميسة، وثم بعد ذلك رئاسة مصر إلى النيابات، كلها أثبتت أن هناك ثقة من الشعب الأفريقي في الدولة المصرية، وبأن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها إلى خروج القارة الأفريقية من حالة العوز إلى حالة أن تكون شريك اقتصادي قوي للقوى الدولية والقوى الأفريقية، وهو ما انعكس بشكل كبير على محاولة إخراج هذه الشعوب الأفريقية من المشاكل الكبيرة التي تمر بها في الفترة الأخيرة. الدكتور حامد، في ظل يعني التحديات الرهينة على الساحة الدولية، لا سيما التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، هل ترى أن ما جاء في إعلان مجموعة العشرين هذه المرة مختلف عن القمم السابقة، يعني خاصة فيما يتعلق بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الدول النامية، وأيضا في إطار ملف الغذاء والطاقة؟ سؤالك مهم جدا يا فاطمه، ولابد من التدقيق في نظره المجتمع الدولي والقوى الدوليه ومجموعه العشرين. اختلفت بشكل كبير في نظرتها الى القاره الافريقيه. القاره الافريقيه كانت مهمشه، كانت كونها ثرواتها بشكل كبير، ولكن بعد الازمات المتتاليه اللي حدثت في المشهد الدولي وظهور اقطاب جديده، اصبحت هذه الاقطاب تبحث عن ادوار مهمه للقاره الافريقيه، وبالتالي اصبح الاهتمام ضروريا ووجوبيا وحتميا لهذه الاقطاب لمحاوله اجتذاب اكثر من 55 دوله هي قوام الاتحاد الافريقي يمثلوا ربع عدد اعضاء الجمعيه العامه للامم المتحده، وايضا على اعتبار ان القاره الافريقيه بدات تدرك انها لابد ان تستفيد من ثرواتها بشكل واضح، وده اللي شاهدناه في الفتره الاخيره من محاوله يعني انهاء الوجود الغربي داخل القاره الافريقيه، ومحاوله البحث عن شراكات تكون شراكات وفقا لمبدا رابح رابح، بعيدا عن اتفاقيات الاذعان اللي كانت بتخدم طرف على حساب الطرف الاخر. القاره الافريقيه يعني اتفاقيه التجاره القاريه الحره بتخدم اكثر من 1.3 مليار دولار، وده سوق كبير جدا للبضائع والمنتجات الأوروبية ولمجموعة العشرين، وأيضا حجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وتحتاج القارة الأفريقية إلى استثمارات بحوالي 5.5 تريليون دولار فيما يخص البنية التحتية، وبالتالي فرص استثمارية كبيرة جدا تريد أن تفوز بها دول مجموعة العشرين، ولا بد أن يكون هذا التنسيق والتشاور المشترك في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص التغيرات المناخية، وشاهدنا الدور المصري المحوري اللي لعبته القاهرة أثناء استضافتها لكوب 27 والجزئية الخاصة بتشكيل صندوق المخاطر والأضرار، وده اللي أدى بشكل واضح إلى الانتباه إلى أن هناك شعوب أفريقية تريد أن تعيش عيشة كريمة متزنة بعيدا عن التدخلات الداخلية في الشؤون الخارجية أو التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. نعم دكتور حامد، أيضا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذه الكلمة أنه في إطار مواجهة ملف نقص الغذاء أو أزمة الحبوب العالمية، جدد الدعوة مرة أخرى إلى جعل مصر مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب. برأيك يعني كيف ترى أهمية هذه الدعوة وإمكانية تحقيقها في هذا الظرف؟ طبعا لا شك ان الحرب الروسيه الاوكرانيه في فاطمه القت بظلالها الكارثيه على كل شعوب العالم وبالاخص القاره الافريقيه.
خاصة بعد عدم تنفيذ اتفاق الحبوب اللي تم برعاية الأمم المتحدة واللي كان بيخدم الكثير من الشعوب، وبالتالي أصبح يعني سلاسل توريد الغذاء إلى القارة الأفريقية وغيرها من كل شعوب العالم أصبح أمرا صعبا. ووفقا للموقع الاستراتيجي المتميز للدولة المصرية وباعتبارها همزة وصل والبوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنها رابطة بين قارة آسيا وقارة أوروبا، كلها من المميزات التي من الممكن جدا أن تجعل مصر هي الرقيبة الأساسية لتوزيع الحبوب والغلال إلى كل دول العالم، باعتبار أن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تحاول أن تقوم برفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية الفقيرة. ولك أن تتخيلي أن حتى اتفاقية الحبوب السابقة على ذلك واللي كانت يعني برعاية تركيا والأمم المتحدة كان يصل منها فقط لكل شعوب العالم 16%، أما الباقي 46% للاتحاد الأوروبي و36% لتركيا، والشعوب الأفريقية الفقيرة وهي 6 دول لا تصل إليها إلا 2.6% فقط. وبالتالي لابد من البحث عن دولة همها الأكبر إيصال المساعدات لكل شعوب القارة الأفريقية، باعتبارها هي الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية وتحتاج إلى دعم وسند، وباعتبار أن الدولة المصرية هي صوت أفريقيا المسموع سواء للقارة الأفريقية أو حتى للدول النامية. شكرا جزيلا الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.